شيخنا العزيز، تفضل. يعني قبل كم من يوم قرأت على شبكة عنكبوتية أنك أصدرت فتوى، نعم، حولها دار لغط كبير جدا. نعم، يا ريت أنك توضح لنا الفتوى يا شيخ. نعم، شكرا. والسؤال بطرحه أنا، متى كان الجندي الإسرائيلي غير مستعد؟ نعم، شكرا، شكرا جزيلا. إخواني الكرام، اليهود محتلون غاصبون، أهل غدر وخداع وأهل مكر ودهاء، وهم قتلة الرسل والأنبياء. الصراع مع اليهود لا يصلح معه مجرد هؤلاء العزل الذين مهما حاولوا، أنا أقول لن يستطيعوا. نحن نتمنى أن يكون عند إخواننا وأهلنا وشعبنا في غربي النهر القدرة والقوة التي يخلعون في هذا العدو الغادر. جهاد اليهود جهاد واجب، واجب على كل دولة مسلمة وعلى كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. لكن أن يكون الأمر هكذا باندفاع عاطفي، أن يكون الأمر هكذا بحماسة قد تجرفنا وتودي بنا وتؤثر على قوانا ونحن نظن أن في هذا النصر، لا بد للأمة من استعداد وتكاتف لخلع هذا العدو من جذوره. والله لو أن أخاك ابن أمك وأبيك جاء ليعتدي عليك في بيتك ولم تجد ما يدفعه عنك إلا أن يقتل، فنقول هذا هو المعتدي وأنت المدافع، فكيف إذا كان يهوديا خبيثا من الإخوان القردة والخنازير؟ لكن النظر الدقيق، أن نحفظ قوتنا وأن نحفظ وحدتنا وأن نحفظ ديننا وأن نحفظ رجالنا وأهلنا وأبناءنا لساعة هي قادمة. قبل أيام قليلة إذا بهذا المجلس أو بفتوى وكلمة مما وقع فيه، إذا بها تنتشر قبل يومين انتشار النار في الهشيم كما يقال، مع أن المجلس مضى عليه قريب سنة، أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أقول هذا وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعملون مع اليهود ويأخذون أموالا من اليهود وهم في حاجة اليهود، وللأسف هذا واقع الشعب المحتل. لا نقول ذلك كما فهم البعض ثناء على اليهود الذين لا يستحقون إلا اللعن تلو اللعن، لكننا نتكلم عن واقع. ماذا ستكون النتيجة لأن هؤلاء لم يكونوا على ما هم عليه، وكانت الحرب بهذه الصورة غير متكافئة بوجه من الوجوه، ما النتيجة إلا السحق وللأسف الشديد. نعم، نحن نفرح بذل اليهود وبهزيمة اليهود وبسقوط اليهود، لكن كل شيء له طريق يمشي إليه. الأمر كما قال الشاعر، إن السفينة لا تمشي على اليبس، ووالله إن ظفر مسلم خير عندنا من رؤوس 1000 يهودي. جهاد اليهود وقتالهم وتحرير الأرض منهم واجب فرض لازم على الدول الإسلامية وأفراد المسلمين، لكنه مرتبط بالاستطاعة، مرتبط بالقدرة. لأن الكل يعرف أن إسرائيل في ظهرها أمريكا، فهل المسلمون اليوم في حالة التفرق التي يعيشون قادرون على ذلك؟ فلنكن صرحاء، لا نضحك على أنفسنا.